انا ما شكل تهديد لاي احد، لان ما عندي حزب. انا قلت الحزب مالتي هو الشعب. لن نسمح لاحد بان يهدد بهدم الدوله. نحن على طريق بناء بلدنا، وامامنا مستقبل يجب ان نبنيه لاطفالنا. اليوم في هذه التحديات يجب ان نفكر ما مرنا به من ظروف صعبه ان لا تتكرر لابنائنا. حرام. عندنا تحدي اخر تسمعوه دائما به انتو، المنافذ. هناك عصابات، جماعات، وهناك بالفعل خساره بمليارات الدولارات سنويا عندنا من المنافذ، لمجموعات صغيره قطاع طرق واصحاب نفوذ في بعض الاحيان هو من يسيطر على المنافذ. على حساب منه؟ على حساب خزينه الدوله. وهناك حمله قريبه جدا ستنطلق لاعاده الاعتبار لهالمنافذ، قضيه سياديه.